السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيو أو سيراي، واليوم المقطع بيكون ناري على آخر. في البداية حاب أشكر أحد المتابعين واللي هو دارك نايت، لأن أرسل لي ماب في فورتنايت عشان أشوفه مع المتابعين، ولما دخلت الماب كان بجد شيء أسطوري. الماب عبارة عن إيم وإدت وبناء، وفوق هذا مناسب للاعبين البي سي والكونسل والجوال، يعني ماب كامل متكامل وخاص بالتحمية، يعني قبل ما تدخل لأي جيم تكون محمي وجاهز عشان إيمك ما يضيع أو ما تخربط بالإدت وغيره. قبل ما نبدأ ننسى زر اللايك على المقطع، ولو أنك حاب تدعمني وتدعم شروحات القناة والتحديات وغيره تقدر تحط كود المتجر السيء. وخليكم مع المقطع. أول ما تدخل الخريطة، فأول شيء لازم تسويه هو أنك تضغط على ستارت جيم من القائمة، وكذا بيدخلك للجزيرة. بتلاحظ أن في 4 طرق أو أماكن تقدر تروح لها، وكل طريق بيوديك لنوع محدد من التدريبات. وراح نبدأ بأبسط شيء وهو البناء. الطريق هذا بيوديك لمكان تقدر تتدرب فيه على بنائك، وبالتحديد التفافات 90. التفافات هذه هي أفضل تحمي ممكن تسويها قبل أي جيم. وعلى اليمين تقدر تسوي التفافات 90 العادية واللي تكون للجهة اليمين، وعشان تضبطها سوي 3 التفافات وبعدها اطلع سلم. وعشان تعرف انك ضبطها فلازم توصل لعند العملة الذهبية وتاخذها في كل مرة تضبط فيها الالتفافة، وتقدر كمان تروح للجهة الثانية، وهنا بتسوي الالتفافات العكسية يعني تروح لليسار. كذا نكون خلصنا طريق البناء. خلونا نروح للي بعد، الام او التصويب، وبيكون شيء جميل. تقدر تتدرب على البوتس او الرجال الاليين اللي يشتغل عليهم الام اسيست وبطريقة حلوة كثير، وهي انك تضرب ضربة بالبومب وتبني وتكرر. تقدر كمان تسوي ادت او تستخدم اسلحة غير الشوتجن، وبتحتاج شوية وقت عشان تخلص المرحلة هذه، وتقدر تعيدها على كيفك لان البوتس كل ما تقتلهم بيرجعوا. ولو كملنا طريقنا بتلاقي اماكن لتدرب على كل الاسلحة ما عدا الشوتجن. هنا بتشيل الاسلحة وتتدرب على ضربات الهيد شوت بس. البوتس بيموت من ضربة هيد واحدة، وحاول تحول بينهم بسرعة كبيرة. ووراك على طول بتلاقي نفس الشيء بس المسافة ابعد بشوي، وكمان هنا تتدرب على ضربات الهيد، ويتبقى تدريب واحد. وهنا البوتس يموت من ضربات البدل العادية او ممكن على الهيد لو تريد، والفكرة انك تحاول تبدل بسرعة كبيرة بين الطلقات. خلصنا البناء والايم، والحين الادت، وفي كورسات كثير حلوة هنا. واول وحدة الكورس المعروف ارضية مع هرم، وبعدها ادت للجدار، وظل تكرر، شيء مناسب صراحة، وبنفس الوقت تنويع بين الادت. واللي جنبها على طول تدريب المفضل سلم مع جدار. افضل طريقة هي انك تسوي ادت المثلث للجدار وادت عادي او معكوس للسلم، واحد من احلى واقوى تدريبات في الادت. واللي بعدها ارضية مع هرم. ارضية مع هرم بس من جهتين، مرة تكون فوق ومرة تكون تحت، وهنا البنج يلعب دوره بقوة. واخر كورس شيء مميز صراحة، اول مرة اشوف كورسات الادت، وعبارة عن ادت للبيراميد وبعدها سلم مع ارضية، فكرة حلوة كثير، خصوصا السلم مع الارضية لان نستخدم الفايتات. وترى الكورسات اطول مما تبين، وتحتاج شوية وقت عشان تخلصهم كلهم، يعني بتقضي وقت حلو صراحة في الادت. هنا اخر تدريبات معنا والاحلى صراحة لانها جد مسلية، تدريبات الادت مع الايم. هنا عندك طريق طويل من الادت وبنفس الوقت الايم على البوت. لاعبين الكونسل والجوال بيناسبهم تدريب كثير لان الايم اسس بيكون شغال. وهنا تكون نهاية الخريطة الخرافية هذه، خريطة كاملة فيها كل شيء، وكان لازم اشاركها معاكم. قبل ما اسكر المقطع، الكود بتلاقيه في الوصف في الكومنت المثبت. لا تنسى اللايك على المقطع ثاني من وقتك، واكيد لا تنسى الاشتراك لاني اجمع اقوى المابات ومقاطع نصائح وتحديات وغيره كثير بس عن لعبة فورتنايت. كود المتجر سيو، اشوفكم في المقاطع الجاية ومع السلامة.